أعلنت الإدارة العامة للإطفاء تمكنها عن إخماد حريق شب في مخلفات مصنع للمعادن بمنطقة أمغرة، مبينة أن الخسائر مادية فقط. وذكرت الإطفاء أنها تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في مخلفات مصنع للمعادن بمنطقة أمغرة، وتوجهت على أثره 4 فرق إطفاء للتعامل مع الحادث، وهي الجهراء الحرفية والفروانية والصليبيخات والإسناد. وأوضحت الإدارة العامة للإطفاء أن الفرق وصلت إلى موقع الحادث في غضون 7 دقائق من تلقي البلاغ، إذ شرع رجال الإطفاء في مكافحة الحريق الذي أتى على مساحة 1500 متر مربع من أصل 3000 متر، وهي مساحة المصنع الإجمالية. مصنع المعادن الكائن في منطقة أمغرة في وقت ذروة درجة الحرارة، واستطاعت الحاد من انتشاره، بل وتم إخماده بالكامل في 2:40. انتم شايفين الأقوام اللي بالخلف صايرة، هذه عبارة عن مصنع يقوم بإدخال السيارات أو القطع الحديدية وفصل الحديد عن البلاستيك والإسفنج. فهذه الكميات اللي قاعد تحترق حاليا كلها عبارة عن إسفنج وبعض المعادن معاها اللي ما افرزتها الآلة نفسها عن الحديد، وحاليا طبعا فيها الحريق. طبعا المساحة الإجمالية حاليا 5000 متر مسيطر عليها بالكامل، ولكن لا يزال هناك طبعا عمليات المكافحة شغالة. راح نقوم في عمليات عزل وفرد هذه الأكوام حتى نقوم بالسيطرة عليها بالكامل إن شاء الله. الحريق اندلع في مخلفات تبلغ مساحتها 1500 متر مربع من أصل مساحة المصنع الكلية والتي تبلغ 3000 متر مربع، لكن بتضافر جهود رجال الإطفاء تمت السيطرة على الحريق وإخماده. اليوم عندنا حريق سكراب أمغرة، طبعا هذا الحريق بعد أقل من 24 ساعة على الحريق السابق اللي كان في جنوب السرة في أحد المباني قيد الإنشاء. طبعا الإدارة العامة للإطفاء ولله الحمد عندها القدرة على التعامل مع جميع أنواع الحوادث الكبرى، حتى لو كان في أكثر من حادث في نفس الوقت الإدارة العامة للإطفاء عندها الإمكانيات والطاقات البشرية والآلية اللي موجودة للتعامل مع الحوادث المختلفة. فأمس تعاملنا مع حادث ضخم في منطقة جنوب السرة، وبعده في كم ساعة اللي هو حادث أمغرة، ولا زالت الفرق شغالة ولله الحمد. حادث أمس تم احتوائه بسرعة قياسية، أيضا حادث أمغرة لليوم تم احتوائه بسرعة قياسية. سرعة التعامل لوحدات الإطفاء مع الحريق حالت دون انتشار النيران لباقي أجزاء المصنع، ويبقى المسح النهائي لفريق الإطفاء والجهات المختصة لمعرفة ملابسات الحريق. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت. وبهذا